عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. للعلم أن قريبا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون الأستاذ ديالنا السي محمد الرباطي محلل قناة الجريدة المغربية، وسيعود كذلك الأستاذ عبد الحي اللي غادي ينشروا مجموعة من الفيديوهات عبر قناة الجريدة المغربية لتعم الفائدة. في هذه الحلقة هذه غادي يكون معنا الأستاذ ديالنا السي محمد، وغادي نناقش معاه جوج ديال المواضيع. الموضوع الأول، والسي محمد غادي يعطينا بعض المعطيات، سيبين بأن الملف ديال الصحراء المغربية قد انتهى بصفة نهائية، وغادي نحاولوا أننا نناقشوا معه واحد الموضوع آخر، وهو شنو باغي حفتر منين استولى على منطقة إيسن ومنطقة غدامس، واش الهدف دياله هو الاستيلاء على أبار البترول أو حفتر كان عنده هدف وآخر. هذا اللي غادي نعرفوه من خلال الأستاذ ديالنا السي محمد. إذن قبل، من خلال الكرونولوجية الأحداث اللي وقعها الآن، كنشوفوا الحصار ديال اللي راه دابا متواجد على النظام الجزائري على الجزائر، كنشوفوا الوضعية الكارثية اللي كتعيشها الجزائر الآن، كنشوفوا كذلك اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. وأنا أظن بأن النظام الجزائري، وراني هضرت مع السي محمد في الخاص، قال لي السي أحمد راه يمكن أن هذا النظام هذا غادي يحاول أنه يبتعد عن المعسكر الشرقي، وغادي يوجه البوصلة ديالو نحو الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن من خلال اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، وغادي نعطيكم بعض الدلائل لو سمحتوا. أولا الخرجة ديال داك لو ديريكتور ديزافير بور لو صحراء توماس هيل، ماذا قال؟ قال اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء سينهي بصفة نهائية ملف الصحراء المغربية. زيد على ذلك، أنا أعطيكم دليل آخر بأن النظام الجزائري يريد طي النزاع ما بينه وما بين المغرب. غادي نعطيكم واحد جوج ديال الدلائل. الدليل الأول هو الخرجة ديال بن قرينة اللي كيدعم الآن عبد المجيد تبون أنه باش يحصل على ولاية ثانية. هذا بن قرينة شنو قال منين زار تندوف وزر غر الجبيلات؟ ماذا قال بن قرينة؟ قال بأن النظام الجزائري سيضخ واحد المبلغ ديال 20 مليار ديال الدولار، وغادي تكون السكة الحديد، وستستفيد منه دولتين جارتين، وذكر موريتانيا والمملكة المغربية، واستثنى الجبهة الوهمية البوليزاريو. إذا من خلال الكلام ديال بن قرينة بأن النظام الجزائري أظن أنه في الطريق للتخلي عن الجبهة الوهمية ما يسمى بالبوليزاريو. غادي نعطيكم دليل آخر، وهو الخرجة ديال أحمد عطاف. ماذا قال؟ قال بأن كان هناك صفقات ما بيننا وبين المملكة المغربية غادي نفصحوا عليها قريبا. إذا أظن هذه دلائل دامغة بأن النظام الجزائري، وأتمنى بأنه يرجع الأوراق ديالو، وأظن بأنه يريد تطبيع العلاقات مع المغرب. غادي نمشيو عند السي محمد، كما قلت لكم غادي نناقشوا معاه جوج ديال المواضيع مهمه للغايه. الموضوع الاول، وغادي يبين لنا السي محمد من خلال التقارير الامريكيه بان الملف ديال الصحراء المغربيه انتهى بصفه نهائيه، وغادي نمشيو معاه للموضوع الاخر وهو حفتر. هل حفتر يريد الاستيلاء على ابار البترول والغاز في الحدود الليبيه الجزائريه ام عنده هدف اخر؟ السي محمد اولا مرحبا بك، تفضل. مشكور على عين. انا ما شوف، انا هذا الموضوع ديال الصحراء المغربيه ما بقاش باغي نخوض فيه، لان ما تهمني انت نهضروا حنا للناس اللي عندها وزن وعندها هيبه وعندها قيمه في هذا الموضوع هذا. اولا نشوف الناحيه الاقليميه المحليه والاقليميه والدوليه. انت في العنوان ديالك داير بان هذاك المعهد الامريكي اللي هو اللي تيدير التقارير في الكونغرس وترفع الى الراي الرئاسه ديال بايدن، احنا هذا تهمنا. اما اللي ما عنده وزن ما عنده هيبه كذا، والله الا نعتدوا بهم. انت تقول في الامم المتحده، معليش، يقول تقرير بصرح العباره، يقول الصراع في الصحراء قد انتهى، وبان المرحله القادمه ستعرف مناقشات شروط ذلك، شروط تحقيق هذا طي الملف. ولان الملف عرف عده من المستجدات مكنت المغرب من حسم الملف لصالحه،
من حسم الملف لصالحه. وفي رواية أخرى تيقول وعلى الجزائر والجبهات البوليزيرو استغلال الفرصة الأخيرة. استغلال ماذا؟ الفرصة الأخيرة قبل فوات الأوان. قبل فوات الأوان، فرصة أخيرة وقبل فوات الأوان. تعال لي إلى تقرير آخر وهو لنفس الأهمية، وتقرير المعهد الإفريقي للدراسات الأمنية. ماذا يقول؟ المقر ديالو على فكرة في بريتوريا في جنوب إفريقيا، المعادية لوحدة الترابية المناصرة للجبهة والجزائر. تقول التقرير أن كشف عن مسؤولين جنوب إفريقيين قالوا بعد ما تلسانهم وأصبحوا متشائمين من حول هذا الطموحات ديال الجبهة. أصبحوا متشائمين هذو جنوب إفريقيين. وهذا الشهادة ديال وحدين أخرين تقولوا بأن المسؤولين بدأوا يفقدون الأمل في دعم هذا الدعم الدولي للجبهة ديال البوليزيرو. شهادة أخرى أخي عز الدين، شكون اللي قالها؟ المستشارة ديال الاتحاد الإفريقي الخاصة بحل الأزمات، في الاتحاد الإفريقي الخاصة بحل الأزمات، وهي سيدة فاضلة، قالت إن المغرب أنجح في إبعاد قضية الصحراء عن أجندات الاتحاد الإفريقي، وبعيدات عن أجندات، عندها شتي فيما وقع في غانا، فيما وقع في نواكشوط، فيما وقع هنا وهناك. نجح المغرب في إبعاد هذه القضية عن أجندات الاتحاد الإفريقي. شهد شاهد من ماذا؟ من أهلها، وهو السفير ديال الجبهة في الاتحاد الإفريقي، المعروف بمواقفه، محمد يسلم بيسات. قال لم نستطع حشد الدعم الكافي لدعم الدولي لقضيتنا. هذا شاهد شاهد من أهلها وليس من هنا وهنا وهنا هنا. اليوم على أرض الواقع تم سحب السفير ديال الشهر. إلى متى سيستمر الجزائر في سحب جميع السفراء ديالها؟ قلنا لهم لماذا لم تسحبوا السفير من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا لم تسحبوا السفير من دول الخليج؟ وبدأوا في اللف والدوران مثل عادتهم، بأن أمريكا ليست إلا تويتة ترامب، وبأن كذا وبأن كذا. أما فرنسا فإنه ليس إلا اعتراف مؤقت. هؤلاء الملاعين يدورون ويلفون، بينما هو أخويا تقريبا موقف دولي. وهذا التقارير اللي قلت كلها تدعم بأن الملف قد انتهى، ونحن كمغاربة لا يسعنا أن نخوض في هذا الملف لأنه انتهى حسب القانون الدولي وحسب جميع القوانين، لأن ليس هناك أي فصل يقول بأن هناك تصفية استعمار من عدمه، بل هو إقليم متنازع عليه انتهى. ما على الدولة المغربية، ونقولها بالفم المليان، على الدولة أن تخرج هذا الملف من اللجنة الرابعة، وتخرج حتى من الأمم المتحدة، وتطرد هذاك المنرسو، لأن أصبحت تعيق السيادة في جنوب المملكة المغربية. ولكم الكلمة والسلام. شكرا الأستاذ السي محمد. غادي نمشي معك للموضوع الثاني، واحد المسألة اللي غادي يحاول أن لأول مرة أنها غادي تنشر في قناة الجريدة المغربية من خلال التحليل ديال الأستاذ ديالنا السي محمد. دابا كنشوفوا ماذا يريد حفتر من الجزائر، خاصة أنه توغل في الحدود الليبية الجزائرية. واش أنه بغي يستولي على أبار البترول والغاز، أم مجرد بهرجة وضر الرماد في العيون؟ ولكن قبل السي محمد نضحكوا شوية، هو في الحملة الانتخابية ديال عبد المجيد تبون أنه خرج وجه واحد الرسالة إلى الدولة المصرية، وافتحوا لنا الحدود، قال لك سيدي باش يدخل الجيش ديالو إلى غزة إلى فلسطين، وقال لك بأن الجيش ديالنا الجيش الحر أنه مستعد. ولكن هنا الشيء مضحك هو أن خرجوا بعض القنوات الجزائرية كيمجدوا في عبد المجيد تبون، أسيدي كيقولوا له افتحوا له الحدود، وكيهضروا على الجيش الجزائري الحر الثائر واواوا، دخلونا سيدي باش أننا نحرروا فلسطين. والشيء المضحك أن عبد المجيد تبون ما قالش غادي ندخل الجيش ديالي أنني باش نحارب إسرائيل، لا، قال لك أنه باش يبني مستشفيات، وهذه المستشفيات قال لك غادي يبنيها في 20 يوم. ما تقول لي غادي يبنيها بالكارتون. مسألة أخرى في هذه الحملة الانتخابية شيء مضحك للغاية، وهو أن بعض الولايات وبعض الوزراء ما بان لهم الآن غير في هذه الحملة الانتخابية في النهار الأول ديال الحملة الانتخابية أنهم خرجوا قال لك أنهم بغيتي يدشنوا بعض المشاريع، ما بان لكم غير هذه الوقيتة هذه. والمشكلة عندهم غير ديماكات ماشي على أرض الواقع. إذا هذا الشيء لا يقع إلا في دولة اسمها الجزائر. سي محمد، شنو هي
الغايه اللي باغيها هافتر، واش باغي انه فعلا انه يستولي على ابار البترول والغاز على الحدود الليبيه الجزائريه بعد استيلائها على منطقه ايسن وغدامس، ام عنده اهداف اخرى؟ بغينا نعرفوا منك. تفضل سيدي محمد. محسومه بشهاده، كلش بشهاده للعسكر، ولك هذا محسومه بان عوده ثانيه مضمونه للسي عبد المجيد، باش نكون واضحين. اما ما اللي تيروج في المحيط لا يمكن ان يكون مو في براك. واش انت تقتل الجنرالات ديال فاغنر مثلا في مالي واش هي صدفه زعما؟ لا. دخول اوكرانيا على الخط صدفه؟ لا. وتزامنت مع اقتحام الاوكرانيين الى الاقاليم الروسيه. الان انا شفت دابا في الاخبار داخلين الاقاليم اللي سلبتهم روسيا، راه داخلين بعد القرى وبعد الفيلاجات وكذا كذا داخلين. لا يمكن نفصله. ثم حفتر، لا لا اللي تنتجاهلوها تنقولوا لا حفتر جا لك، لا اخي الكريم، لان كان مخطط لتهجير ان الافارقه من مالي باش يخويو شمال مالي وتهجيرهم الى دول الجوار. فالمشير حفتر خاف لان غادي يخلق بوليزاريو بيس، بوليزاريو اخر الى هجر لك الناس تما ويكونوا محميين من اتفاقيه جنيف، ما تقدرش تجري عليهم لان بلادهم فيها حرب، يستقروا لك تما يديروا القياطن غدا يقول لك تقرير المصير. اذا حفتر واعي بهذه القضيه هذه. اما الخزعبلات الاخرى لا جا البترول وكذا كلها درمت في العيون. هو كان مخطط لتهجير الافارقه، سواء من احنا نقول افارقه، كلنا افارقه زعما جنوب الصحراء، خصوصا اللي ما ينتميوش للازواد، ما ينتميوش للطوارق، وهما الزنوج اللي في مالي. كانت عمليه تهجير وايجاد ارضيه نكايه في السلطه في مالي، وتوافق بين فرنسا واوكرانيا والولايات المتحده الامريكيه لخلق كيان مصطنع خاص بالازوات في شمال مالي. هذه الحقيقه. لكن المشير حليفه حفتر كان اذكى، لا يمكن ان دير لي انا وطن بديل لهاد المهاجرين تهجروا تحطهم لي تما. فصارع الخطى باش يحبس هاد النزيف. هذا هو المخطط اللي كان، ودي الحقيقه المره. رجع اخي الكريم الوكالات الانباء الروسيه لترى الحقيقه، وشفنا الهجوم على فاغنر، شفنا الهجوم على الجيش المالي. المالي اتفقوا معاه، اختلفوا مع الانقلابيين كذا كذا، هذاك شيء اخر. هذه هي الخطه اللي كانت، بدليل ان هذاك الجنرال ديال افريكوم حين اتى، لان كانت المعطيات عند الولايات المتحده الامريكيه، وقلت لك انا في سيبيس، في قناه سيبيس، كانت جنرالات متقاعدين قالوها بصور الساتيليت مصورين تحركات ديال فاغنر مع الجيش المالي، ان تمشيط للمنطقه. حتى وصلوا كان اتفاق مع روسيا ما بين روسيا والجزائر ان يكون فاغنر 100 كيلومتر على الحدود ديال تيزاواتي، لكن فقنا لقينا ب 9 كيلومتر، وصلوا المعارك الى 9 كيلومتر، واستخدموا الدرونات واستخدموا. اذا كان لابد من كسر هذا التقدم ديال الجيش المالي والفاغنر. فتم ما تم. من اعطى المعلومات الى الاوكرانيين والى الازواد لضرب الفاغنر وضرب مالي؟ هذا التحليل العلمي المنطقي العسكري. من اعطاها؟ انه الساتيليت الامريكي. لمن اعطاها؟ الى فرنسا والجزائر واقحام اوكرانيا. هذه الحقيقه المره. وكانت عمليه تهجير الافارقه جنوب الصحراء خصوصا في مالي الى دول الجوار. علاش مشى رئيس الوزراء ديال النيجر ووزير الخارجيه الزياره للجزائر؟ وربطوا الاحداث عباد الله، ربطوا الاحداث. علاش مشى تيجري تما؟ لان لا يريدون وطن بديل. الجزائر لا تريدهم والنيجر لا تريدهم، اذن كل مستهدف وهي ليبيا. هذا هو لب جوهر المشكل. كانت ليبيا هي الوطن البديل. ففاق ان طرابلس لا حول ولا قوه لها. تركيا لا تدافع على طرابلس، اخوان المسلمين و و و كاين في طرابلس، لكن بقات المساحه 1000 كيلومتر حدود بين ليبيا والجزائر. فيتم ادخالهم الجزائر على علم بالموضوع، على علم بالموضوع. والجنرال افريكوم قال ما قال. اذا من خلال هذا الحديث الشيق وهذا التحليل الشيق مع الاستاذ ديالنا السي محمد، رجاء شويه ديال الدعم لو سمحتم بطبيعه الحال. ترقبونا في طلعة أخرى وسيعود إليكم قريبا الأستاذ عبد الحي وكذلك الأستاذ السي محمد.
تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.